رياضيا، يستضيف استاد الخرطوم اليوم السبت مباراة القمة بين الهلال والمريخ، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز. ويدخل الهلال المباراة برصيد 19 نقطة في الصدارة بعد أن لعب 9 مباريات، وللمريخ 14 نقطة بفارق 5 نقاط، حيث تعتبر المباراة مهمة ومفصلية بالنسبة للمريخ. ويفقد المريخ لاعبين مهمين ومؤثرين على رأسهم اللاعب بكر المدينة والغربال، بجانب اللاعب مجد النيل الذي تم إيقافه بسبب سلوكه في مباراة المريخ أمام الوادي نيالة، فيما سيلعب الهلال المباراة بصفوف مكتملة. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في 14 من فبراير المقبل. وجاء ذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والذي احتضنه الكاف في القاهرة. وأعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور رفضه التام لخوض اللقاء في قطر، مؤكدا أن فريقه لن يلعب حتى لو أدى الأمر لانسحابه من اللقاء، بحسب ما أشارت صحيفة الأهرام المصرية.